وللوقوف على آخر تطورات المشهد في تونس في ظل دعوات لمقاطعة الانتخابات التي دعا إليها قيس سعيد، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الدكتور الأمين البوعزيزي. السلام عليكم دكتور. مرحبا سيدي، تحية لكم وشكرا على الدعوة. حياكم الله. أسبوع من التظاهرات والاحتجاجات في تونس وتمسك من جانب قيس سعيد بنهجه لتخليص البلاد بمن وصفهم بالعابثين، من هم العابثون الذين يذكرهم دائما؟ نعم أخي، على مدار العام الفارط يعني كان يواجه بشارع سياسي، بشارع ديمقراطي، بنخب متمسكة بالدستور، بالحياة السياسية، فكما قلتم يعني وصمهم بالخونة، وصمهم بالمخمورون وذلك القاموس الذي يعني تعودتموه. في هذه السنة السياسية الجديدة وفي تونس دائما الحراك السياسي يكون في الخريف والشتاء، هذا عز يعني أهم انتفاضات تاريخ تونس من الكفاح الوطني إلى حدود الثورة التونسية، دائما في الخريف والشتاء. أصبح أيضا هناك شارع اجتماعي، الشارع الاجتماعي الذي تواطأ مع الانقلاب طمعا في الثأر من الطبقة السياسية وبحثا عن مستبد عادل، جربوه أيضا على مدار عام كامل فتردت البلاد أكثر، وكنتم تستمعون في البتير يعني حالة الإحباط والقنوط في نفوس يعني التونسيين، وبالتالي حتى الشارع الاجتماعي عاد وانتفض. اليوم هو في مواجهة شارع سياسي وفي مواجهة شارع اجتماعي متعاظمين، صحيح لا ينشطان ولا يتقاطعان مع بعضهما، لكن كل منهما يعبر عن يعني مدى إفلاس منظومة الانقلاب في حل مشكلات التونسيين. طيب بعد أسبوع من الاحتجاجات، هل وصلت التظاهرات إلى أهدافها المرسومة أم لا زالت في بدايتها؟ إذا كان الأستاذي، إذا كان السنة الفارطة التظاهرات السياسية كشفت أكاذيب الالتفاف الشعبي وكل ما روجه عن نفسه، فهذه التظاهرات أيضا تسفه من جديد، أن كان يقول هالذين يتظاهرون هم جزء من التوانسة، ها هو الجزء الثاني من التوانسة اللي كان صامت يعني أيضا خرج يعني يتظاهر ضدك، نحن يعني نطالبه، نقول له المنتفضون على قاعدة استعادة الديمقراطية يعني موجودون، المنتفضون على قاعدة المسألة الاجتماعية موجودون، فأرنا يعني شارعك إن كان لديك شارع. نعم. طيب هناك دعوات لمقاطعة الانتخابات التشريعية التي دعا إليها قيس سعيد، كيف ترى هذه الدعوات ومدى تفاعل الشارع معها؟ هو أخي يعني في البدايات لا ننكر أن هناك جزء من يعني جزء كبير من التونسيين تمت، أنا دائما أقول تمت مغالطتهم باعتبار الشعبوية، تعرفون تعزف على وتر يعني غرائزية الناس وشعارات رغبوية عالية وكذا، لكن يعني هذه الأيام لا، حتى على مستوى الشارع كان عندما نخرج دائما يوجد بضع عشرات، قل حتى بضع مئات في ردة فعل يخرجون أيضا في تظاهر موازي، لكن هذه الأيام أو في هذه السنة السياسية الجديدة على مستوى منابر التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الشارع يعني الحقيقي ولا واحد، حتى منابر المافيا التي وقفت معه على مدار عام كامل لترذيل الطبقة السياسية والشارع يعني السياسي، اليوم كلها ضده. صحيح هي يعني ليست ضده على قاعدة الديمقراطية وإنما على قاعدة البحث عن مستبد جديد، لكن لا أحد يعني معه هذه الأيام، لا إعلام ولا شارع اجتماعي ولا شارع سياسي. نعم. لمن سيبيع الأوهام؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة. نشكركم الشكر الجزيل من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الأمين البوعزيزي، شكرا جزيلا لك.